أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض
وَإِنْ